هذا اليوم المناسبة مناسبتين، مش بس مناسبة توقيع ألبومك وإنما مناسبة عيد ميلادك كمان. ايه اليوم كتير مميز لأنه أول شيء ظهرت لايف على برنامج روتانا كافيه، ثاني شيء عيد ميلادي، عيد الاستقلال، بحب أحيي أهني كل اللبنانيين والعالم العربي بعيد الاستقلال واللبناني أكيد واللونشينج تبع ألبومي. ايه كتير كتير في أحداث حلوة بهاليوم. بدنا نلفت للمشاهدين أيضا أنه في أغاني من ألحانك وكلماتك والكورال بهيدا الألبوم بالذات هو كورال بصوتها لهودا كمان. أكيد أنا ألبومي اشتغلت من أوله إلى آخره، يعني في اختيار الأغاني أو في الألحان أو في الغناء، يعني بذلت مجهود كبير. خبريني مع انضمامك لشركة روتانا شو قدمت لك هالشركة مقارنة مع الشركات، يعني قلت كان عندك معاناة مع شركات انتاج خارج روتانا. روتانا انا بحسها بيتي الثاني، يعني قدمت لي اول شيء حنت على هدى سعد، يعني بعد معاناة طويلة وبعد بحث عن ذاتي او عن انه موهبتي لازم ابينها للناس، روتانا فتحت لي الابواب وبشكل كثير بروفيسيونيل، فمهما شكرت ومهما قلت في حق روتانا يعتبر قليل. هدى اليوم دخولك لشركة روتانا بيتزامن مع خروج الفنانة المغربية أيضا بتحمل جنسيتك أيضا رجاء قصابني، هل دخولك لشركة روتانا مرتبط بخروجها لرجاء؟ أكيد طبعا هذا الموضوع ليس له أي أساس من الصحة، رجاء صديقتي وأنا كثير فخورة بها كصوت مغربي وكصوت رفع راية المغرب في برنامج إكس فاكتور، ليه حتكون لي علاقة؟ ما في أسماء المنور كمان في روتانا، فلا بالعكس أنا حزنت وإن شاء الله يرجع المية المجاريها ما بين روتانا ورجاء يا رب. كنت أنت أيضا عم تتنافسي مع رجاء بإكس فاكتور، ما أخذت حقك كفاية، زعلت بوقتها ولا وليش ما تضوى عليك مثل ما لازم بهالبرنامج؟ في برنامج اكس فاكتور كان القرار يعود الى الممثله المصريه نيلي، فانا كنت من مجموعتها وكانت معي رجاء، فانا لا اعتقد رجاء ما لهاش اي دخل، يعني رجاء كانت كونديدات مثلي مثلها ومشاركه مثلي مثلها، وبالنهايه نيلي حبت رجاء، قالت في انترفيو انه رجاء بتذكرها بشبابها. انا انصدمت لما اجت مدام نيلي على المسابقه، لانه لو كانت برنامج يعني برنامج فوازير او رقص او هيك كان ممكن يكون عنده دور، بس هذه برنامج غنائي يعني لازم يكون فيه ناس عندهم باع وسيط في الأغنية، يعني هم اللي قرروا مين يفضل ومين يضل. وكمان في ناس كثير تضايقوا في اللجنة، منهم خالد الشيخ وميشيل الفترياديس، قالوا له يعني قالوا له يعني في ظلم، والمشاركين كلهم انصدموا، بس الحمد لله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعني لو ما كان حصل هيك ما كنت ممكن طلعت ألبومي البروفيسيونال والحلو كثير واللي قدمته روتانا بشكل أرقى ما كان حيك قدمه إكس فاكتور. ضعفانة حلو أكيد أنا لازم أضعف، بعتبر الفن مش بس صوت، بعتبر الفن لازم يكون مدروس من كل الجوانب، لازم الإنسان يهتم بشكله بلوكه بصوته، لأنه إحنا صرنا في عصر الأوديو فيزيويل، فلازم تقدمي للناس يستاهلوا يشوفوا إيماج حلوة. هدى ارتحت اليوم؟ ارتحتي بعد هالمسيرة الطويلة والجهد اللي بذلتي، لمين بتهدي أول مولود فني إلك؟ بهديه لأمي وبهديه لكل العالم العربي اللي حبوا هدى سعد، وبحب أشكر روتانا لأنه هي اللي تبنت هدى سعد وأطلقتها للعالم العربي بشكل صحيح.